مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. حلقه يوم الاحد زي ما تعودتوا بنطل عليكم فيها انا والشيف سليم. بنرجع اكيد نحكي لكم، يعني الله يكون مع كل ابطالنا والله يرحم جميع الشهداء بفلسطين واكيد بغزه. يعني الله يكون معاكم ويرحمكم ويرحمنا برحمته. كيفك يا شيف؟ صباح الخير دايما. صباح الورد، شو اخبارك؟ يعني الحمد لله عم نحاول انه نكون مناح. صراحه بنحاول نكون مناح. يعني زي ما بحكيها، يعني ما لي نفس صراحه، يعني بتعرفي نطبخ لانه مش وقته هلا. صح. بس زي ما حكيتي، الله يرحم جميع شهدائنا باخواننا واهلنا بفلسطين. ويعني خلينا، يعني الكل خلينا نضلنا واقفين معهم زي ما احنا هلا كلياتنا واقفين. السوشيال ميديا شغاله، كثير شغلات عم تنحضر قاعده على السوشيال ميديا، بس في كثير طرق بنقدر نوصل الرساله تبعتنا. وبس يعني ايش نقدر نعمل صراحه؟ بالضبط، احنا باي طريقه عم نحاول انه احنا نحاول نوصل كلمه الحق لحتى توصل لكل العالم. وزي ما احنا شايفين يعني السوشيال ميديا عن جد يعني ما حدا مقصر فيها، الكل عم بيعمل شير للفيديوهات، مع انه في كثير صفحات عم بيعملوا لها حظر، في كثير فيديوهات كمان عم تتوقف، بس عم نحاول باي طريقه نبين وقفتنا. ويعني يعني من باي طريقه عم نحاول انه نبين انه احنا عن جد كلياتنا ايد بايد وبنحاول نوصل كلمه الحق. يعني كل الفيديوهات اللي عم نشوفها للاسف عم بتكون كثير ماساويه، الاطفال خصوصا يعني عم بتكون فيديوهاتهم بتقطع القلب. فالله يكون معكم ويقويكم ويصبركم، ويعني فيش شيء بنقدر نعمل لكم اياه غير انه احنا نحاول انه ندعي لكم ونصلي لكم لحتى الله يفرجها عنكم جميعا. يعني زي ما حكى الشيف، احنا الواحد بحاول قد ما بقدر انه يطلع الحلقه. بدنا نحاول نعمل لكم اليوم هيك وصفات، يعني مش عارفه احكي لكم سهله ولا مش سهله، لانه مش كثير هي سهله اليوم وصفاتنا. بس احكي لنا شو محضر لنا بحلقه اليوم. اليوم عندنا تقريبا ثلاث وصفات بجانب سلطه. عندنا اول شيء طحالات، تمام. في كثير ناس كانوا يطلبوا بدهم طحالات، فعاملين حضرنا فخار الطحال، راح اشرح عنها وكيف عملناها وكيف حشيناها، تمام. والاهم انه كيف تنظفت. اوكي. راح نعمل مقلوبه باذنجان مع بطاطا ولحمه اللي هي لحمه ريش. اوكي. طبعا وفي عندنا كمان شوربه فريكه مع الدجاج، عشان هيك انا رحت لحمه مع المقلوبه مش دجاج. اوكي. وعنا عادي سلطة عربية خشنة، ضفت عليها خس وبقلي. حلو. وخيار اللبن. عيني، يعني اليوم هيك وصفاتنا كتيرة، وزي ما انتم شايفين ولا اشي لسه جاهز معنا. ان شاء الله خلال هالساعة كل وصفاتنا رح تكون جاهزة. احنا اليوم بس رح نكون معاكم لايف على شاشة عمان تي في، وما رح نكون معاكم لايف على صفحتنا على الفيسبوك. ان شاء الله بس تتحسن الاوضاع بنرجع معاكم على السوشيال ميديا كمان. هلا شيف، اول وصفة ايش رح نبلش فيها؟ اول اشي رح نبلش فيها طحال، لانه طحال رح ياخذ معنا وقت. اوكي. اوكي. خلينا ناخذ وصفتها يلا ونرجع نشرح. خلينا نشوفها. للطحالات رح نحتاج لبصل سلق للطحالات، هي الحب لسلق الطحالات، ثوم كامل مقطع، بقدونس مغسل ومفروم، عصير ليمونة كبيرة، ورح نحتاج لشطة حارة أو فلفل أخضر حار. يعني الطحالات هي واحدة من الوصفات، واحدة من خلينا نقول المقبلات اللي مش كتير ناس بيتقبلوها بتقبلها. او بيحبوها. وفي برضه كمان ناس بيقول لك انه احنا كثير بنستصعبها، بدل ما نجيبها ونقعد ننظفها ونغسلها وبيخافوا منها ومن طريقه طبخها. يا بجيبوها جاهزه يا بقول لك خلص ما بنجيبها بالمره. فاحكي لنا اليوم عن الطحالات اذا بدنا نعملهم بالبيت. طيب الطحالات زي ما حكينا، زي ما شفنا المكونات على الشاشه، كيف تنظفوا، اوكي، كيف انسلقوا. الحشوه هلا دائما الحشوه بنفتحها احنا من زاويه، اوكي، فتحه شوي صغيره عشان بس نحشي الحشوه كامله.
تمام. اوكي. بدنا نتاكد انه محشيه مزبوط. في ناس بحبها حار زياده، في ناس ما بحبها حار، فالحار حسب الرغبه. اوكي. اوكي. الفخاره طبعا ما حطيت انا فيها ولا شيء غير المقادير اللي طلعوا عنا على الشاشه. راح اضيف عليها هلا، في ناس بتحب شوي تضيف عليها شويه مي، بيخافوا انه والله ما تستوي، وفي ملح فلفل وزيت. اوكي تمام. انا اليوم راح اضيف ملح وفلفل وزيت زيتون فقط لا غير، راح نغلفها بقصدير ومباشره على الفرن. اوكي. درجه حراره الفرن يعني انا راح ابلش على 200، بعدين بدنا نطولها لان 200 عشان احنا مستعجلين. أوكي. ولا بالعاده خلينا بنحطها على 180 خليها على وبنخليها على راحتها. طيب اليوم راح احطها 200 بعد ما نشيل عشان بس تتحمر، راح انزلها شوي على 180. اوكي. أوكي. طيب هلا بالنسبه للطحالات لما بنروح نشتريهم، بدنا نسلقهم، بدنا نغسلهم، بدنا ننقعهم، ايش بدنا نعمل فيهم بالضبط قبل ما نحشيهم؟ بدنا نغسلهم. أوكي. بدنا نغسلهم منيح، بعدين بدنا نسلقهم عشان ريحه الزفر والزنخه. اوكي. بس أوكي. مي مي مغليه، وبدك تحطي طبعا الطيبات. أوكي. اللي هو الورق غار والقرفه وفلفل حب اسود. يعني زي سلق اللحمه العاديه 100%. اوكي. اوكي. قد ايه بدهم وقت تقريبا بالسلق؟ بالسلق خلينا يعني تقريبا عبين ما تغلي الميه، بدها تقريبا خلينا نحكي نص ساعه. اوكي. اوكي. تمام. ومن بعديها بنكون حضرنا الحشوه وبنحشيهم 100%. اوكي. بعدين بتحس انه الطحالات بتحب زيت الزيتون، يعني هي لازم أساسها. تكون لازم تكون يعني كميه الزيت يا عيني. وانت ما راح تحط مي؟ انا ما راح احط مي. اوكي. اوكي. طيب هلا في ناس كمان بقول لك انه ممكن اذا ما عندهم فخاره بصينيه عاديه ممكن يزبط؟ طبعا. طبعا. اوكي. اوكي. هاي شويه مروه، هاي هاي اللي دلتيني عليها مروه عشان جبتي لي اياها. طيب هلا هي كمية الزيت منيحة؟ هي كمية بالمية. اوكي. رح تغطيها من اولها ولا لسه؟ اغطيها يس. اوكي. وندخلها على درجة حرارة 200 لمدة؟ لمدة خلينا نحكي تقريبا بدنا نص ساعة ونشيك عليها. نص ساعة ومنشيك عليها. أوكي. اوكي. وهيك بتكون وصفة الطحالات صارت جاهزة معاكم، صراحة ولا اسهل من هيك، يعني ابدا الموضوع مش صعب، كنت انا متوقعة موضوع الطحالات يكون كثير معقد اكثر من هيك. تمام. اوكي. وخلال هالوقت احنا لما ندخلها على الفرن بايش بدنا نبلش؟ راح نبلش بالمقلوبه، مقلوبه الباذنجان مع اللحمه والريش. يلا ناخذ المقادير مع بعض. للمقلوبه اللحمه بالباذنجان رح نحتاج لرز، حبه رز من تايجر، حبه طويله، باذنجان، بطاطا، ريش خروف من زهر الدبوق، بصل، بهارات مشكله، هيل ناعم، قرفه ناعمه، كركم، وملح من الكسيح. كمان رح نحتاج لفلفل اسود من الكسيح، زيت شعبان، ورق غار، قرفه عيدان، فلفل اسود حب، مي لسلق اللحمه، وشعريه اختياري. شفنا المكونات والمقادير، بس من اول ما شفنا الشيف اليوم بالاستوديو بنقول له طب وين الزهره؟ قلنا هلا في ناس بحبوا يحطوا زهره، في ناس ما بحطوا زهره، بس احنا اليوم عاملينها من دون زهره، بس طبعا هذا بيرجع لكم، حبيتوا تضيفوا، حبيتوا انكم ما تضيفوا، في ناس بتحب انه تكون باذنجان مع اللحمه، في ناس بتحب الدجاج مع الزهره، فحسب انتم كيف بتحبوها، بس احنا اليوم مقلوبتنا باللحمه اللي جايبينها من ملحمه زهر الدبوق وبالباذنجان، وبرضه ضايفين معاها البطاطا. يلا احكي لنا شيف. طبعا مبدئيا اللحمه شكلها بشهي. تمام. اللحمه انا اوريدي سلقتها، هيها عندنا هون. اوكي. اوكي. هي انت مستخدم الريش؟ انا مستخدم ريش. اوكي. اوكي. خبرتهم انا كيف بدي اياها وبعثوا لي اياها. ممتاز. يعني سلم ايديهم. حلو. هلا انا حطيت البهارات. اوكي. اللي هم كركم، بهارات سبعه، يعني البهارات مشكله. اوكي. هلا راح اخربطها انا مع الرز، بعدين ابلش اعمل الارضيه راح نبلش بالباذنجان، بطاطا، لحمه، رز.
اوكي رح تبلش فيها هلا ولا نطلع فاصل ونرجع؟ لا نقطع فاصل ونرجع بنكون بنكون يعني عم نطبق فيها. يلا ممتاز، رح نطلع اذا هيك لاول فاصل بحلقتنا لليوم، من بعد الفاصل نرجع لنطبق معكم مقلبة الباذنجان، خليكم معنا. رجعنا لكم لنكمل معكم باقي وصفاتنا لليوم. أول وصفة بلشنا فيها بحلقتنا هي الطحالات، حطيناهم بالفرن لحتى نعرض لكم إياهم بنهاية حلقتنا ويستوى معنا. أما الوصفة اللي بعديها فانتقلنا لمقلوبة البتنجان مع اللحمة، وأكيد لحمتنا جبناها من زهر الضبوق، وقاعد لسه الشيف قاعد عم بيحكي لنا قديش اللحمة بتجنن. بنرجع نذكركم إنه زهر الضبوق هم مش بس مطعم، هم كمان ملحمة، بتقدروا تروحوا تجيبوا من عندها أي قطعة لحمة أنتوا بدكم إياها ولو شو ما كانت عزومتكم، وبرضه كمان بتقدروا تجيبوا من عندهم أكيد المشاوي أو تقعدوا عندهم بالصالة اللي بتوسع أكثر من 100 شخص ودائما عندهم عروض، فروحوا لعندهم وجربوا أكلاتهم لأنه عن جد بشهوا. طيب شيف قلنا أول طبقة أنا قررت إنها تكون البطاطا. حقول لها باذنجان، قلت لي بطاطا. لا بطاطا عشان بعدين نط واحد صار يقول لك راح تلزق، فيعني إذا لزقت ايوه الله لا ما راح تلزق لأنه الطناجر تبعتنا بيرفكت من الشريط الذهبي، فهذا الموضوع احنا يعني ما راح يصير معانا الحمد لله، امورنا تمام من الشريط الذهبي، مدللنا بهالطناجر وبالمقالي كمان اللي من بيرفكت. هدول طبعا اذا بتروحوا عند الشريط الذهبي وبتاخذوهم اكيد في معاهم كمان كفاله سنتين، الطناجر ما بلزقوا، بيوزعوا الحراره، وكمان اهم شيء انه ما بيسخنوا الايدين تبعونهم، فهي مشكله كمان كثير بنواجهها، بتكون الطنجره بتجنن وشكلها حلو بس لما بيجي الواحد يمسكها الايدين بيحموا لما بتكون على النار. فاول طبقه حطيناها البطاطا، بعدين حطينا البتنجان، بعدين حطينا اللحمه، بس في شغله انا لفتت نظري وهي شو؟ هي البصل. البصل البصل انا حطيته ني، البصل مسك الشيف البصل المفروم وفرده هيك رش رش والملح على البتنجان. صح، ليش؟ ليش؟ عشان البصل بيدوب. اوكي، ما في داعي انه اقليه ويعني من هالاشياء هاي. اوكي، واحنا كمان مستوين اللحمه. اللحمه انا سلقتها. اوكي اوكي، سلقناها الصبح قبل يعني بس اول ما جيت انا على الاستوديو سلقناها بالمطيبات، ورق غار، قرفة، طيب قرفه، هدول شغلات. اوكي وبس، وهينا عم نصفطها. لا طبعا المي تبعت السلق هيها عندنا هون. اوكي راح نستخدمها. ممتاز. اوكي، فانت هلا هيك بدك تعملها طبقات. هلا انا دائما بحاول لما بدنا نعمل مقلوبه احاول اصفطها طبقات على اساس تطلع معي يعني طبقات، او يكون البتنجان على الداير تبع الطنجره ولما تقلبها تطلع كمان هيك مرتبه ومتكتكه، بس لما الواحد بيدير المي فوقها كل شيء تطلع 100% بيطلع. فخلينا نحاول انه احنا نطلع لكم اياها هيك اليوم قالب كامل متكامل طبقات. عم بستنى امتى الرز بده يجي. طب هلا انت ما بدك ترش شويه رز بين الطبقات؟ هلا بدي ارش. طولي بالك. ماشي، انا مستعجله، انا دائما مستعجله دائما مستعجله. طيب حلو. طب انت من محبين الزهره والبتنجان ولا كيف تحب المقلوبه؟ اوف اكيد زهره وبتنجان. دجاج ولا لحمه؟ بعدين لا انا زلمه لحمه. اوكي اوكي تمام، نرجع كمان بتنجان، راح احط شويه لحمه كمان. ممتاز عيني، يعني لكل محبين هاي مقلوبه لحمه مش مقلوبه رز. ايوه عن جد، بعدين عن جد الواحد لما بيعمل مقلوبه بتحس انه الرز بتكون كميته قليله بالنسبه للخضره اللي بتكون موجوده، اذا خصوصا اذا حطيت كمان زهره، فزهرة وبتنجان وبطاطا، في ناس كمان بيحبوا يحطوا معها شرحات بندورة بقاع الطنجرة، أو بيحبوا يحطوا بندورة كمان حب مع المقلوبة، يعني المقلوبة بكل أشكالها زاكية، وحتى لو كانت مقلوبة فول زي ما كنا قاعدين نتناقش قبل شوي، بس قلنا لسه بكير على الفول بكير وموسم الفول ومقلوبة الفول. هي شتت هلا قبل شوي، هي شتت قبل شوي بس برضه مش فول، عدس.
فلسه كنا قاعدين عم نتناقش انا والصبايا، بقولوا هلا كل الامهات ببلشوا يعملوا شوربه عدس. صح. فعن جد مع هاي الاجواء الواحد بده هيك اشياء. طيب اوكي هيك تمام. طبعا انت بهرت الرز بهرته لحال والملح والفلفل وكله. صحيح. اوكي ممتاز. طبعا بدنا نرجع نذكركم كمان انه رز تايجر بربحكم يوميا $100. كل اللي عليكم تعملوه انكم تجيبوا الرز وتاخذوا الكوبون الموجود فيه وتدخلوا الرقم على صفحتهم على الفيسبوك، رز تايجر بسمتي اللي دائما منورين مطبخنا ببهار ونار. طيب هلا راح احط انا المرقه. اوكي اوكي اللي سلقنا فيها ايش اللحمه. طيب وكمية المي اللي بدنا نحطها برضو قد عقدة الأصبع زي تقريبا عادي زي ما الواحد يفلفل رز عادي. اوكي انت غاسله ناقعه ايش عامل بالضبط؟ انا ناقعه للرز. اوكي اوكي ممتاز. ايوه هاي الطريقة عشان ما تطوف معنا. لا بدنا نحاول نطلع صح نطلعها قالب. لأنه بلشنا ننق. لا 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 خلص ما فيش ناق، ما رح ننق، بدها تطلع معانا قالب قالب. طيب بعد الفاصل ايش رح نعمل؟ بعد الفاصل رح نعمل شوربة. شوربة ايش؟ شوربة الفريكة مع الجاج. مع عجاج. يلا بما انه هلا هيك بلشنا هيك اجواء الشتوية فحبينا ندخل لكم الشوربة، فخليكم معنا بعد الفاصل لحتى نبلش معاكم بشوربة الفريكة مع الجاج. رجعنا لكم نكمل معكم باقي وصفاتنا لليوم. أول وصفتين صاروا عم بيجهزوا معنا، بلشنا أول إشي بالطحالات، انتقلنا من بعديها لوصفة مقلوبة البتنجان مع اللحمة والبطاطا، وبرضو كمان تركناها على النار لحتى تتفلفل معنا. وهلأ بدنا نبلش بوصفتنا الثالثة بما أنه شتت شوي، فمنرجع منتذكر الشوربات. فاليوم الشيف دي حضر لنا شوربة فريكة مع دجاج. يلا ناخذ المقادير مع بعض. لشوربة الفريكة رح نحتاج لفريكة خشنة أو ناعمة، بصل ناعم، مرق دجاج، صدور دجاج من العز، زيت زيتون، كركم، جوزة الطيب، ملح من الكسيح وفلفل أسود كمان من الكسيح. شفنا المكونات والمقادير، خلينا نشوف كيف طريقة التطبيق. احكي لنا شيف. طيب ده أنا أول شيء الفريكة كثير سهل. أوكي. يعني أنا نقعتها وغسلتها تمام. طبعا الفريكة اللي عم استخدمها قاعد خشنة، نقدر نستخدم ناعمة، وزي ما حكينا هي من الكسيح. ممتاز. صدور الدجاج سلقتهم. أوكي. حطيت معهم برضو المطيبات اللي هي جوزة الطيب، ورق غار، قرفة. تمام. فالدجاج عندنا هيو من دجاج العز. تمام. بعد ما سلقناهم المي خليتها لانه انا بدي اياها كمرق دجاج، فما راح استخدم انا بديل المرق. اوكي اوكي. اللي عندنا هون الطنجره حاميه فيها زيت، راح انزل بصل ناعم. تحس البصل اساس كل الوصفات. طبعا هو والثوم. تمام. بدنا شوي نقلبه، بعدين ننزل عليه الفريكة، بعدين المرق، ملح، فلفل، شوية كركم، وبعدين الدجاج. الدجاج نقدر نقطعه زي ما احنا بدنا بسكينة، او اذا هو اوريدي فارط بايدك. اوكي
تمام. كانت ستات البيوت كثير يواجهوا مشاكل بموضوع الفريكه، ويقعدوا ينقبوا الفريكه ويقول لك ضل يطلع لنا هدايا بالفريكه ويكون فيها احجار صغيره. من بعد ما الكسيح وفروا لنا الفريكه الخضراء بطلنا نواجه هاي المشكله، صارت الفريكه منقبه وجاهزه بدل ما نقعد ننقب حبه بحبتها. وبرضه كمان يعني موضوع الفريكه ما رح ياخذ معكم وقت زي قبل، بس غسلتين ثلاثه ماكسيمم وبتقدروا تستخدموها مباشره. نرجع نذكركم انه الكسيح نزلوا هلا الفريكة، فإذا لسه ما جربتوها جربوها، دائما بيفاجئونا الكسيح بمنتجاتهم أول بأول، بضل في عندهم أشياء جديدة. طيب بعد ما حطينا البصل قلت بالشوربة ما بفرق إذا ناعمة أو خشنة، أو ناعمة أو خشنة. هلا في ناس بتفضل، وفي ناس مثلا عنده خشن ما عنده ناعم بده يضربها، بتقدر تطحنيها نص طحنة ببلندر أو على هاند بلندر. أوكي. حلو. طيب هلا اذا في ناس اوريدي عندهم كان فريكه مثلا من قبل بيوم، ممكن يسقطوها ويعملوها شوربه ولا ما رح تزبط اذا كانت مستويه؟ لا ليش ما تزبط؟ طبعا تزبط، لانه بدك تحطي انت اوريدي مرقه بتحطي مي، فاكيد كل شيء بزبط. اوكي، فهيك انتم اذا عندكم كمان فريكه قبل بيوم عاملينها مفلفلين فريكه، تقدروا انكم انتم تاخذوا باقي الفريكه وباقي الدجاج وتعملوهم اليوم شوربه. طيب بعد ما حطينا البصل حطيت اي شيء من البهارات ولا لسه؟ ولا شيء لسه، راح احط الفريكه هلا بس خليه شوي يدبل كمان. حلو تمام. احنا عم بياخذ معنا شوي وقت لانه الطنجره الكبيره على العين الكبيره. فعشان هيك مش مشكله. طب هلا اذا بدهم يعملوا المقلوبه بالجاج مش باللحمه في اي شيء راح يختلف ولا شيء؟ لا بده يشربوها برضه الدجاج رح يحطوه يعني مسلوق وجاهز او مقلى وجاهز يعني مستوي. اوكي وفي ناس بحب يحمره بالفرن نص تحميره ويطلعه. اوكي تمام. في ناس كمان بتحب انها تفلفل الرز لحاله وبعدين تكون محمره الدجاج تحطه على الوجه، فبرضه كمان بيزبط حسب انتم شو بتحبوا. طيب الفريكه منقوعه ولا بس مغسوله؟ انا نقعتها وغسلتها. اوكي تنتين. ممتاز تمام. اليوم ما في رمان نوسخ لك اللوزة. ما فيش خلاص، ما في اليوم لابسين اسود. اليوم اسود. لا بس نرجع اكيد نذكركم بمنتجات الجزيره اللي دائما منورين مطبخنا ودائما عم تشوفوهم ببهار ونار. منتجات الجزيره سواء كان مسحوق الغسيل او مطر الغسيل او حتى كمان سائل الجلي، كل المنتجات اللي عندهم اكثر من رائعه، ريحتهم بتجنن. وبرضه كمان اهم شيء انهم ما بينشفوا الايدين، وللاشخاص اللي كمان عندهم حساسيه من المسحوق الغسيل لما بيغسل الاواعي كمان هو آمن لكل الأشخاص، وبرضه كمان يعني خصوصا للأشخاص اللي عندهم حساسية وللأشخاص اللي جلدهم كمان وجسمهم حساس. فجربوا منتجات الجزيرة وما رح يكون عندكم أي مشكلة. لا كمان في بتعرف كمان كثير مرات لما بتغسل الغسيل بيصير يطلع مكهرب، فلما بتستخدم منتجات الجزيرة برضه ما رح تواجه هاي المشكلة. أوكي يلا شو راح علينا؟ راح علينا الكركم، شوية ملح فلفل، وراح احط هلا المرقة. اوكي طبعا الدجاج اخر شيء بنقدر نحط الدجاج. اوكي مش بالبداية. هو مستوي 100%. ممتاز. وانا كثير بحب كمان هاي الفترة انكم تدخلوا الكركم كثير مع الوصفات تبعتنا، لان الكركم كمان كثير بيساعد انه يقوي جهاز المناعة، وخصوصا بهاي الفترة الواحد بيطلع الصبح برد، بخلال النهار بتصير درجات الحرارة شوي مرتفعة، بنرجع بنشوب، بترجع بالليل بتصير برد، فيعني هاي تقلبات الجو كلياتها بتعمل عنا كثير امراض، فحاولوا انكم تقووا جهاز المناعة عندكم. بس رش صغيرة من الكركم على الاكل ما رح يغير لا من طعمته ولا رح يغير اي شيء على الوصفة، بس رح يعزز عندكم من جهاز المناعة ورح يقوي جهاز المناعة عندكم. شو الوضع؟ قلنا تمام؟ يعني الروائح بلشت تبين. صحح، أنا عم بستنى أشوف الطحالات كيف بدها تطلع. الطحالات بدها وقت. الطحالات هينا مستناها. لسه خليهم على راحتهم لحتى يطلعوا معنا مستويين وأمورهم تمام. طيب إيش الوصفة اللي رح نعملها بعد هاي؟ هلا في عنا ضل عنا يعني سلطتين. أوكي. اللي هي خيار بلبن، راح أضيف عليها نعنع ناشف. أوكي. شوية ملح. شوية ليمون. وعندنا سلطة خلينا نحكي عربية أو سلطة خضراء. أوكي عشان نقدمها مع المقلوبة. خشنة راح تكون فيها بقلة، فيها نعنع، فيها خس، فيها خيار، بندورة.
حلو. وفيها بصل. اوكي تمام. طيب بدنا ناخذ مقاديرهم ولا نعملهم بعد الفاصل؟ اللي بدك اياه، اللي بده اياه المعد تبعنا يعني ما لنا غنى عنها. شو يا مروه نبلش؟ يلا خلص. بعد الفاصل تمام. يلا نطلع لفاصل صغير وبنرجع بعد الفاصل لنكمل معاكم لحتى نستعرض لكم سفرتنا بالنتيجه النهائيه. خليكم معنا. رجعنا لكم بآخر جزء من حلقتنا لحتى نستعرض لكم سفرتنا بالنتيجة النهائية ولسه أمورنا تمام. أول إشي الطحالات بالفرن، المقلوبة كمان عم تتفلفل معانا، والشوربة عم نستناها إنها تغلي، وهلأ بدنا نروح نعمل سلطة خيار بلبن لحتى كمان نقدمها مع المقلوبة تبعتنا. هلأ أمورها بسيطة، ما بدها وصفة، ما رح يعني تكون معقدة، الكل بيعرف سلطة الخيار بلبن والكل بحب سلطة الخيار بلبن 100%. فبس عبين ما يخلص الشيف يفتفت لنا الدجاجات. طب اعمليهم، ديري الخيار اللبن. يلا بعملها. شو يلا. بدها ها هلا ها هي معلقه يعني ولا بنعمل خلينا نساعد ولو ولو انا دائما بساعدك الله يسامحك. طيب يلا ديري الخيارات. طيب الخيار مبشور مبشور 100% مع اللبن. ايوه اوكي، وبس رح نحط عليها شوية قلت ليمون، شوية ليمون خفيف، ليمون خفيف بس. ممتاز اوكي. عندنا هنا نعنع ناشف كمان. يلا هلا اخر شيء بزيد النعناع، ورح نحط عليه شوية ملح ولا لا؟ وشوية ملح طبعا، اكيد ملح من الكسيح عشان تكمل معانا سلطة الخيار باللبن. لا هاي طلعت امورها كثير سهلة. طيب شو ما بقول لك يعني خلينا هذا كمان عشان نريح كمان اللي بيحضرونه، ما بدهم يبشروا الخيار بقدروا انهم يفرموه ويحطوه. صحيح. فبرضه بيزبط. اوكي خلينا نحط عليه شويه نعناع ناشف من الملح وشويه ملح من الكسيح. تمام. صراحه انا من الناس اللي ما بحب كثير املح عشان ما يطلع الاشي كثير مالح، وبقول انا دائما انه الملح بنحط على جنب، الواحد اذا بده يزيد ممكن انه يزيد، اما ما بقدر انه لما يكون كثير مالحه الواحد يعمل اي اشي. خلصنا. في اسهل من هيك سلطه عملت لكم اياها على السريع. طيب بس هلا احنا لسه في كمان سلطه ثانيه. في كمان انا سلطه ثانيه يس طبعاً. يلا ايش السلطه الثانيه؟ السلطه الثانيه خلينا ناخذ مقاديرها ست يعني مروه بعد اذنك. يلا خلينا نشوف السلطه الخضراء مكوناتها ومقاديرها مع بعض ونرجع لنطبقها. للسلطة العربية الخشن رح نحتاج لبصل، خيار، بندورة، خس، بقلة، نعنع، ليمون، زيت زيتون وملح من الكسيح. أنا سلطتي صارت جاهزة، سلطة الخيار بلبن، ورح أرش عليها شوية نعنع ناشف بما إنه الشيف بطل يجيب لنا وردات فبدنا نزينها بالنعنع الناشف. أمورنا صارت ممتازة. هلا بنرجع للشيف ونشوف السلطة الخشنة شو وضعها. شو يا شيف؟ سلطة عربية زي أي سلطة بتنعمل بالبيت. أوكي. بس أنا حطيت ضفت عليها البقلة وضفت عليها النعنع. أوكي أوكي. البقلة متعودين عليها انها تكون مع ايش؟ فتوش. مع فتوش. بس انا ما راح نعمل فتوش، راح اعمل انا عادي سلطه اللي بنعملها ناعمه. أوكي. راح نعملها احنا خشنه. بس تعرف هلا صارت امورنا بالفتوش عادي. ليش؟ ليش؟ احنا دائما الفتوش بنقول للاشخاص اللي حابين انهم يخففوا وزنهم، والاشخاص اللي حابين انهم ما ياخذوا خبز مقلى. هلا صار عندنا الحل مع ليدز. ليدز هو خبز صحي ما فيه سكر وفيه نسبه الالياف عاليه. فشو بنعمل؟ بنجيب رغيف من خبز ليدز وبنقسمه وبنحمصهم شوي بالفرن ونحطهم على وجه السلطه، بتطلع معنا احلى صحن فتوش. صحيح. شو رايك؟ صح.
فالمرة الجاية بدنا نعمل أنا وياك فتوش مع ليدز. طيب عشان حضرين. تكون فتوش صحية. وزي ما قلت لكم ليدز موجود هلأ بالسوبر ماركت والهايبر ماركت، رح تلاقوا الستان تبعهم موجود. في من عندهم أكثر من نكهة، في عندهم بالنخالة، عندهم الأسمر، عندهم بالشوفان، فعندهم أكثر من إشي. جربوا خبز ليدز وطري ورح يلف معاكم، بتقدروا انكم تعملوا فيه كمان سندويشات او بتقدروا انكم تحمصوه وتستخدموه للفتات او للسلطه تبعتكم. شو الوضع يا شف؟ سلطتنا امورها تمام؟ هينا بدنا نخلطها. اوكي الليمون، شويه ملح، يعني دريسنج عادي السلطه اللي احنا متعودين عليها. اوكي شوية زيت زيتون وبدنا شوية زيت زيتون. تمام. أنا بحس السلطات دائما لو شو ما بيكون عندك ورقيات، لو شو ما بيكون في عندك خضرة، بتقدر إنك أنت تضيفها مع السلطة. وحلو دائما إنه إحنا نغير بالسلطات، يعني سلطة خيار بلبن مرة، مرة فتوش مرة، سلطة خشنة، يعني حاولوا إنكم تتفنن بالسلطات. طبعا إحنا كتير عملنا لكم سلطات من قبل، بتقدروا تفتحوا على قناتنا على اليوتيوب وتكتبوا سلطات بهار نار، رح يطلع لكم عالم من السلطات. فدائما غيروا وشكلوا ونوعوا بالسلطات تبعتكم. طيب شو رأيك نحط شوية نعناع ناشف عليها بما برضه. إنه هي النعناع ناشف جمنا. يلا أرش لك شوي. رشي شوي لو سمحتي. تفضل. شكرا. تمام. تمام هيك تمام. صارت جاهزة. خلاص خلصنا. يلا أنا فكرت إنك بدك تعملي لها صوص لحال. لا هي الصوص أهون. الصوص ال 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 الطبيعي تبعنا ما في داعي. أوكي. هلا في ناس بتحب تقول لك بحب احط شويه خل، في ناس ما بتحب تحط خل، فيعني كل واحد حسب ايش بحب. ممتاز بلشت الشوربه تبقبق. شوربه جاهزه. يلا ممتاز ممتاز. اوكي هاي هيك تمام. بصلات شوي هيك على البجه عشان اللون حلو. تمام اوكي. طبعا احنا اليوم مش مدخلين الحليب باي وصفه، بس هذا مش معناته انه احنا بدنا ننسى الحليب، بما انه بلشت تشتي فهلا ببلش موسم السحلة، ببلش موسم الهوت شوكليت. بدنا نرجع نذكركم بحليب انجوي مدعم بالفيتامينات والمعادن، لهي الاجواء رح يكون اكثر من مناسب. ضيفوا معاه شويه كاكاو او شويه مسحوق السحلب ورح يطلع معاكم 100%، رح يذوب معاكم بسرعه سواء كان مع المي البارده او مع المي السخنه، ف لكم ولأطفالكم رح يكون مناسب. شو الوضع؟ خلص هون جاهزة. خلاص؟ طب بس هلأ عندنا سؤال قوي. اسألي. بإيش بدك تسكبها؟ هلأ بنقعد ندور. نقعد ندور. حكينا لمروة، مروة بدي أقول لك دبر حالك. ما دورت، طيب ندبر حالنا. دبر حالنا. يلا. خلينا نحط السلطة هون. أوكي. إخوان أنا بس أضحك عشان كل بكون بتبهدل قاعد. بس. وراء الكواليس. طيب ايش وضع الطحالات يا شيف؟ طحالات هلا نشيكها. بدنا نشيك. بس ندور ندور على صحون، ندور على اشياء نقدم فيها. والله انا عندي هون مش بدائيه. لا هاي في هون. هاد نحط فيه الطحالات. والطحالات خليهم زي ما هم بالفخاره. ايش هم؟ الطحالات. بالفخاره خليهم. لا طحالات بالفخاره. تمام. طيب. والشوربه. بندور. الله يا مروة بس اشوفك. هي هي هذا الكبير، شو رايك تحط فيه الشوربه؟ يلا بس خليني اطول ال. اوكي طيب بالخزانه اللي وراك قصدها مروة، بديش انا اقعد اكزدر هلا كمان. هون؟ ايوه ان شاء الله يا رب. في؟ يعني فيها. يلا يلا كويسه للشوربه. شكرا 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 مروة. شكرا للمساعده. طيب احنا اليوم كمان ما ضفنا سمنه، بس بدنا نرجع نذكركم كمان بسمنه البلقاء، سواء كانت بنكهه السمنه البلدي او بنكهه الزبده، بتقدروا انكم انتم تستخدموها بوصفاتكم بالاطباق الرئيسيه وحتى بالحلويات، ويعني اكثر من حجم، فبتقدروا تجيبوا انتم الحجم اللي بدكم اياه ورح تقعد عندكم لفتره طويله. شو يا شيف؟ ايش حطينا احنا؟ الجاج
مفسخ، فانتوا اذا زايد عندكم دجاج من قبل تقدروا انكم تحطوه، تقدروا انكم انتوا تقطعوه مكعبات، تقدروا انكم تحطوا الدجاج بعظمه. في مرات بتقول الناس بيحكوا لك انه بنحب انه الدجاج يكون قطع كامله مع عظمها، فبتقدروا انكم انتوا تعملوها بالطريقه اللي انتوا بدكم اياها. انا بحب جنحان، زاكي برضه بيطلع بيطلعوا جنحان دايبين، فبتقدروا انكم انتوا تفتحوا على الابلكيشن تبع دجاج العز، تقدروا ترنوا عليهم كمان، تقدروا تروحوا لاقرب فرع لكم وتجيبوا اي قطعه من الدجاج اللي انتوا بدكم اياها وتستخدموها لوصفاتكم. حلو صراحه، كثير سهل موضوع شوربه الفريكه، يعني ملح وفلفل اموركم بتكون ممتازه. تمام تمام التمام. ايش اكثر شوربه انت بتحبها؟ هاي شفريكة بس مع جنحان. أوكي اليوم مع زدورة. حلو، بحس هلأ الناس اليوم بعد ما تشوف هيك شوي الأجواء بلشت تتبرد شوي، أجواء شتوية، بيروحوا للشربات، فحبينا نذكركم بشوربة الفريكة غير عن شوربة العدس، بما أنه الواحد ما بيخطر على باله غير شوربة العدس أول إشي. فاليوم هيك كنوع من أنواع التغيير بلشنا لكم بشوربة الفريكة، وبعدين هيك بس ندخل على الشتوية أكثر وأكثر بنصير نعمل لكم شوربات تانية، نتفنن لكم بالشوربات. طيب سلم إيديك. ممتاز هيك. ممتاز ممتاز. يلا نجيك على الطحلة، بس خلينا نمسح شوي هاي. من هون سمحتي. طب خلص، أنا بقول هذا السلطة مش ضروري بهذا الصحن، ها هيك أحسن، عشان فكرنا أنه يكون في إلها صوص بس ما إلها صوص. طيب نرجع نذكركم انه احنا كل صحون التقديم، كل الطناجر، كل المقالي، اي شيء بنستخدمه هنا بمطبخنا مقدمين لنا اياه الشريط الذهبي، بتقدروا تروحوا لعندهم واي شيء بتحتاجوه للمطبخ رح تلاقوه موجود. نرجع نذكركم كمان بالطناجر بيرفكت اللي ما بتلزق معاكم وما بيحمل ايدين ووزع الحراره لكل الجهات بنفس الوقت. هي الشوربه. يلا بدنا نخلي هلا وسع، لسه في عنا المقلوبه ولسه في عنا الطحلات. يعني وصفاتنا اليوم سفرتنا معبيه، يعني بدنا نحمرها شوي. نحمرهم؟ بدي احمرها شوي صغيره. اوكي يلا عبين ما تعمل لنا تقلب لنا المقلوبه بنكون حمرناهم شوي. نرجع بنحكي انه الطحالات اول اشي الشيف سلقهم غسلهم، بعدين عملنا الحشوة فبتلاقوها كمان اكيد موجودة على قناتنا على اليوتيوب. هلأ بدنا نشوف المقلوبة. مقلوبة المقلوبة، يلا هاي المقلوبة، تفضل المقلوبة عندك والصدر عندك ونستنى المقلوبة تقلب. الله يستر الله يستر. يلا نيوة طمن لنا عليها عبين ما اجيب لك السدر انا. طيب طيب يلا يلا. هذا منيح؟ يعني هذا اللي موجود. يلا هذا يعني موجود. الله يخلي لنا ابو السيم. انقذنا بينقذنا بينقذنا. طيب يا عيني يا سلام. طبل عليها بلاش تكون محروقة. لا ايوه نقول يلا. هلا اذا انحرقت رح يقول لي الحق على البطاطا، لو حطينا باذنجان اول كان ما انحرق. لا انحرق بحط الحق على الطنجرة. على الطنجرة. تمام يا عيني يا عيني يا عيني، والله مقلوبة مقلوبة محترمة. بعدين الرز زي ما بدنا يعني. لسه كنا قاعدين نتناقش ان المقلوبة لازم تكون مخبصة، مش لازم تكون هيك كل حبة بحبتها، لازم تكون هيك مسقسقة. فصراحة طلع طلع يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. شغل نظيف شو؟ بده وقت. شغل نظيف بياخذ وقت. بده وقت. طيب هذول بطاطيات. طب خلص هدول ليش تغش، خليهم هدول بعدين ناكلهم احنا. كم هيك تاكلوهم؟ طيب خلص. يلا ها حطهم هيك اللذه في القاع. هذا نطوش عليه اللي بقاع الطنجره يا شيف. تمام ابدعت.
هلا في ناس بحط إشي أخضر، في ناس بحط سنوبر ولا لوز، أنا ما راح أحط ولا إشي لأن أنا يعني أنا مش كثير من عشاق المكسرات. مكسرات أوكي. أوكي. وين بدك كيف بدك نرتبها؟ هاي هون نحطها هيك شوي. أوكي. نحط. الصدر تبعنا. لسه في عنا الطحال. وعنا الطحال طحال نحطه هون. يلا هاي هاي السلطات هون. ممتاز يعني صراحة طلع شكلها قد ايه طالع حلو. وبعدين هاي البطاطا ايش قلت لي بطاطا؟ هاي بطاطا لبنانية. بطاطا لبنانية عشان هيك لونها هيك. عشان هيك بعدين هي يعني البطاطا هاي بتكون حلوة. اوكي حبيت حلو. طبعا احنا كمان مستخدمين فيها الريش، ريش اللحمة، بتقدروا انكم انتوا تعملوها باللحمة، بتقدر انك انت تعملها بتعملوها بالدجاج، يعني باي شيء انتوا بتحبوه بتقدروا انكم شباب تعملوها. يلا بس احنا اليوم اخترنا الريش. والله شكلها بشهب صراحة. هلا شوف لسه الطحالات. طيب طحالات فيها شوي المي تبعتها، خليني هاي المي بطلبوها طلب بس كثير دانا. اوكي تحمروا معنا. انا بصراحه دائما بقول اذا الطحالات ما كانت حاره ما بتكون طحالات، فحاره حاره والشيف حاط لنا فلفل حار ليوم الحار يعني. طيب. طلع طلع طلع. لا طبعا شيف خميس وهل يخفى القمر. لا يا شيف شوف يعني انا وياك طابق بس ما بنشوف بعض. خلص ابشر ابشر ابشر. انت طب زورنا، انت زورنا اذا بسمحوا لنا تدخل سيدي تسلم علينا عادي على الهواء، انا قابل يعني شرف لنا. سلم ايديك يا شيف سليم على هالوصفات. بدنا اياك هيك قبل ما ننهي الحلقه تذكرنا سريعا شو حضرت لنا اليوم بالحلقه. حضرنا اليوم مقلوبة باذنجان مع بطاطا وريش. تمام. عندنا فخار طحالات حارة. تمام. كمان مرة للي ما شاف الحلقة بيقدر يشوفها للمرة الجاي كيف بلشنا فيها وشو كيف سلقناها وشو حطينا معاها. اوكي اوكي. وعندنا كمان هنا شوربة الفريكة، فريكة خشني انا استخدمت وليس ناعمة، بنقدر نحط ناعم. ضفت عليها دجاج كنا سلقينه، ومرقة الدجاج ضفتها للشوربة. اوكي تمام. وعندنا سلطة خيار بلبن مع نعناع ناشف، وعادي سلطة عربية خشنة. ممتاز. سلم ايديك على هالوصفات. اكيد بتلاقوا كل وصفاتنا سواء كانت بحلقة اليوم او بالحلقات السابقة موجودة عقناتنا على اليوتيوب، تقدر ترجعوا لها باي وقت انتم بدكم اياه. بنتمنى لكم بقية نهار حلوة، اضلوا بألف خير، الى اللقاء.